طويل العمر تسمح لي باسمي وباسم اخواني الرياضيين واخواني اعضاء اللجنه الاولمبيه الكويتيه اللي تم اختيارها بالفتره الاخيره، انا اعبر لك عن خالص الشكر والامتنان لدعمك في حل هذا الملف العالق طوال سنوات كثيره، وتوجيهاتك الساميه هي الدافع الرئيسي اللي كانت وراء حل هذه الأزمة الرياضية اللي عطلت شباب الكويت لفترات طويلة، ولكن كنا نمشي بتوجيهاتك السامية وكنت الداعم الرئيسي لحل هذا الملف، واللي اليوم أهل الكويت كلهم فرحانين بعودة الرياضة الكويتية وبرفع الحظر عن الرياضة الكويتية بشكل كامل وفق القانون والدستور اللي ما تنازلنا عنه. وسموك كنت الداعم الرئيسي لهذا الملف، ولولا دعمك وتوجيهاتك لما وصلنا إلى هذه اللحظة. وجهود أخواني الحقيقة في الهيئة العامة للرياضة اللي واصلوا الليل بالنهار، جهود من سبقني من الأخوان الوزراء، جهود حقيقة وأنا أقول للتاريخ رئيس وأعضاء مجلس الأمة اللي تعاونوا معانا في تشريع القوانين اللي سهلت هذه المهمة اللي وصلنا لها، واللي الحمد لله اليوم أحب أطمن سموك إن لا عودة للإيقاف مرة ثانية بفضل دعمك ومساندتك وحرصك على حل هذا الملف. وأقدم لك جزيل الشكر طويل العمر، وهذا الدعم اللامحدود احنا اللي راح نسير عليه بإذن الله، واحنا على ثقة ان شبابنا في اللجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد الناصر قادرين انهم ينقلون الرياضة من فترة صار فيها خمول الى ان شاء الله رفع علم الكويت في المحافل الدولية بإذن الله.